المزيد من المتابعه انضموا لنا عبر سكايب من مدينه يوهان الصينيه الاستاذ محمد ابو ناموس، اول عربي يتمثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بك اخي، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. بدايه حدثنا عن رحلتك مع كورونا من الاصابه بالمرض الى العلاج. طبعا هو انا يعني حكيت اكثر من مكان، ولكن انا بتشرف ان انا احكيها على قناتكم. كانت الاصابه بالمرض اللي هو من خلال انتقال العدوى الي بشكل مش معروف، لانه اليه الاصابه ما حدا بيعرفها. بعد ذلك انا توجهت، تم حجري انا واصدقائي في مستشفى الشعب الثامن بغوانزو. تم حجري انا واصدقائي في مستشفى الشعب الثامن في غوانزو. في هذه اللحظه تم اللي هو انتقالي في المستوى الاول للحجر الطبي، ما اكتشفوا عندي ولا اي شيء في هذا الوقت. ما بعد ذلك تم انتقال اللي هو في 2 فبراير، اكتشفوا عندي اللي هو الفيروس بعد ظهور اعراض معينه على الجسد عندي. كانت من ضمن هاي الاعراض اللي هو طبعا ألم في الرأس، اللي هو جفاف الحلق مع الحنجرة، سعال حاد، سعال جاف، التهاب بالجيوب الأنفية، ألم في العينين، ضغط على هذه المنطقة طبعا، وضغط على الرأس، وضغط على الجسم بأكمله طبعا، اللي هو في عندك طنين بالأذن، عندك انتفاخ الغدة اللمفاوية. طبعا كان أسوأ ما فيهم اللي هو الوزن اللي كنت أحس معه على الأكتاف مع عتق الرقبة، طبعا بحث الصوت مع التهاب الاحبال الصوتيه، عندك اللي هو اللهم صل سيدنا محمد، عندك اللي هو الرئتين والصدر، كان عظام القفص الصدري تتكسر تكسير. طبعا اللي هو في عندك كمان القشعريره، رعشه الايد، عندك اللي كنت بحس بانه في كانه يعني في اشياء بتدخل من صدري من الامام وتطلع من ظهري من الخلف. كل هذه اجتني دفعه واحده في وقت واحد. في البداية تم حجر اللي هو صديقي الباكستاني في هذه اللحظة. طبعا تم الحجر للجميع احترازيا. ما بعد الاحترازي اكتشفوا عندي هذه الأعراض، دخلت في أعراض، بعدين بلشت العلاج. في فترة العلاج ضغط معي أمور كثير. طبعا كانوا بيعطونا اللي هو عبارة عن أربع أنواع علاج. كان العلاج بالعقاقير، وطبعا أنا مش حاب أحكي هاي العقاقير لأنها بتختلف من جسم لآخر وحسب استجابة الجسم. طبعا الاهم من ذلك كله اللي هو ما بعد اللي طبعا العقاقير هذه بتختلف من شخص لاخر، بتختلف حسب النوع، حسب الجسد، حسب استجابه المناعه. المرض هذا ببين يعني في الجسم، مده حرارته في الجسم من اسبوع ل 14 يوم، حاليا صاروا ل 25 يوم. التاكيد بانه اللهم صل سيدنا محمد بانه الفيروس ممكن عودته للجسد مره اخرى، لانه في 14 واحد تم اصابتهم. تم عودة اللي هو الفيروس لهم. من مساوئ هذا الفيروس انه لما انت بتحكي بتحس بانه بيغمى عليك، لما بدك تاخذ نفس مش قادر، العطس مع السعال في نفس الوقت، يعني عشان الناس ما يصير عندها توهم. هاي كل الامور. شكرا جزيلا الأستاذ محمد أبو ناموس، أول عربي يتمثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين. تحدثت الآن عبر سكايب من ووهان.